خمن مش متاكد من معلومتي، على ما اظن هتلاقي القوام الرئيسي بيلعب بكره في مباراه بيراميدز، ولكن هنستنى المران وهنشوف الراجل بيفكر ازاي، طبعا مع السريه الكامله للراجل في مران، وهنشوف فكره بكره يلعب يعني بلعيبه كتيره ناشئين ولا هيعتمد على القوام الرئيسي. الشناوي بطمنك عليه، أيوة بدا يجري، طالما بدا يجري خلاص كده القصه نطمئن، وكل جماهير قالت تطمئن، اهم حاجه في العضله الضمه الجري، طالما بدا يجري يبقى خلاص انا بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، الشناوي باذن الله باذن الله باذن الله جاهز بنسبه كبيره جدا تفوق ال 100% باذن الله لمباراه الوداد المغربي. طيب بما اننا اطمنا على الشناوي، عايز اطمن كمان على ايمن اشرف ومدى جاهزيته لمباراه الوداد تحديدا، يعني بخلاف مباراه بكره مش هتبقى مهمه قوي ان ايمن يكون موجود، لكن عايز اعرف هو جاهز، اصابته عباره عن ايه، خف ولا لسه قدامه شويه ولا لا، وتحديدا كمان عايز اطمن على جاهزيه احمد الشيخ. احمد الشيخ جاهز 100%، وزود حمل بدني اكتر كمان هو وصالح جمعه، فاحمد الشيخ جاهز لمباراه بكره بنسبه 100%، وصالح جمعه ايضا جاهز، وممكن نتفاجئ بكره بصالح جمعه في تشكيل المباراه. ايمن اشرف كان عنده اصابتين، كان عنده قبل المباراه الاخيره كدمه في انكر الرجل وحس بتقل في السمانه، الاصابتين دول ما تمنعوش انه ممكن يلعب بكره، يعني ممكن تلاقي ايمن اشرف في التشكيل يلعب وجاهز 100%، ولكن الراجل ممكن يريحه الماتش الوداد وارد، ولكن لو احتاجه بكره ايمن اشرف جاهز بنسبه كبيره جدا ان يلعب مباراه بكره لو مستر موسيماني احتاجه. اخيرا يا شريف قول لي برنامج الفريق حتى موعد المباراه باذن الله. يمكن الراجل التحرك هيكون في السابعه مساء، هيتحركوا لفندق الاقامه اللي موجود في التجمع الخامس، العشاء هيكون في الثامنه مساء، على طول انت عارف الاجراءات الاحترازيه والبروتوكولات الطبيه والكلام ده كله، الاهلي بيستغل او بيستقل باصين، باص للجهاز الفني وباص للاعبين في الفندق، ايضا كل لاعب وكل واحد في الجهاز غرفه منفصله عن الاخر طبقا للاجراءات الاحترازيه، الفطار هيكون في العاشره صباحا، الغداء بيكون الساعه 2، هو بدا يقدم المحاضره بيخليها الساعه 4:30 او الساعه 4، وبيخلي السناكس بعد المحاضرة، وبعد كده بيبقى تحرك حوالي الساعة 6 مساء إلى استاد القاهرة الدولي. أنا بشكرك يا شريف شكرا جزيلا، زميلنا العزيز شريف شعبان، وإحنا شايفين كمان في الخلفية كده خلاص مران الأهلي ابتدى وعمليات الإحماء قبل التدريبات البدنية والفنية الخاصة بالفريق، فإن شاء الله نتمنى للأهلي كل التوفيق، وبنشكر كمان زميلنا العزيز شريف شعبان على هذه المداخلة الوافية واللي قال لنا فيها كل التفاصيل الخاصة بالفريق قبل مباراة الغد أمام بيراميدز، إن شاء الله نتمنى لهم فيها كل التوفيق.